لا تظن أبدا أنه القضية الفلسطينية أو قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة تغيب عن هذا البرنامج ولو لحلقة واحدة. النهاردة زي ما أنتم عارفين في اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، هو الاجتماع الثلاثي مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. كويس؟ طيب الاجتماع بالتأكيد معمول لإحياء مباحثات الهدنة. الصهاينة بيقولوا احنا عايزين الضمانة الأمريكية. الضمانة الأمريكية للإيه؟ الضمانة الأمريكية من وجهة نظر الصهاينة ضمانة أمريكية إنه حتى لا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر مرة أخرى. بس احنا من ناحيتنا بنسأل سؤال، احنا عايزين الضمانة بتاعت إنه هم ما يكرروش اللي عملوه في الضفة، ده على سبيل المثال، أو ما يحصلش اللي حصل النهاردة في القدس المحتلة، ده على سبيل مثال آخر. يعني احنا بنتكلم على آلاف المستوطنين برضو راحوا على أهالينا الفلسطينيين للاستفزاز وجر الشكل والاعتداء، ثم مسيرتهم الاستفزازية وهم رافعين أعلام الاستفزاز، وبالمناسبة تحت علم وسمع وبصر بل وحماية الاحتلال. احنا اللي عايزين الضمانة. بيستمر التبجح طول الوقت، يعني المعتدي يتبجح ويطلب ضمانات، والأمريكان الحقيقة بيعملوا شيء غاية في الغرابة، بل هو بجاحة سياسية حقيقية. يعني بناء على إيه؟ بناء على وسائل الإعلام الأمريكية اللي بتقول إن مجلس النواب في أمريكا بيصوت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. إيه؟ أيوة، ليه بقى هيفرض العقوبات؟ هيفرض العقوبات لأن هم طلعوا مذكرات توقيف بحق قادة الكيان الصهيوني. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ يعني الآية بتتقلب، الموازين ما اختلتش، هي الموازين بتتعكس. يعني فلان الفلاني مجرم، فاحنا هنعاقب المحكمة عشان بتقول عليه مجرم، مش بعاقب المجرم، انا بعاقب المحكمة. مشروع القانون الخاص بفرض العقوبات على الجنائية الدولية صوت له أغلبية النواب الجمهوريين و42 نائب ديمقراطي. فالولايات المتحدة الأمريكية فعلا وكأنها تتحدى العالم، تتحدى الإنسانية، تتحدى المنطق، تتحدى العدالة. الأمريكان الإدارة دي بلد مؤسسات، فتيجي هنا لما تيجي تشوف مجلس النواب هو بيعارض بصراحة بتبجح مخيف انه الناس يتقبض عليه. ازاي نعمل ده؟ يعني ازاي العالم بيستقبل ده؟ خليني اروح للكاتبة والباحثة السياسية استاذة مرح البقاعي، وطبعا الدكتورة مرح البقاعي، وهي رئيس تحرير وايت هاوس ان عربيك او وايت هاوس بالعربية. اهلا بيك دكتورة مرح. اهلا استاذ يوسف، شكرا للاستضافه. اهلا وسهلا بيك، احنا اللي شكرا على قبول المكالمه الهاتفيه للتحليل. ما الذي يحدث في واشنطن؟ كيف يصوت مجلس النواب لتوقيع عقوبات على محكمه شغلتها انها تحقق فتوقع مذكرات التوقيف؟ اصبحت الموازين معكوسه او هكذا ارى، وصححيني دكتوره مرح. استاذ يوسف، خليني أبدأ من الأجواء هنا في واشنطن. أرجوكي. أجواء انتخابية بامتياز، وليس فقط انتخابية سهلة لكن انتخابية صعبة جدا. وأكثر الأمور التي نراها الآن في الكونغرس أو في مجلس الشيوخ والقضايا التي تطرح والتصويت عليها يتعلق بالمناكفات الانتخابية التي تجري الآن بين الحزب الديمقراطي من جهة الذي مرشحه الرئيس بايدن، والحزب الجمهوري من جهة أخرى الذي مرشحه سيكون، لم يرشح بعد رسميا لكن هو المرشح الأوحد الآن المحتمل، الرئيس الأسبق دونالد ترامب. هذا بداية. بالنسبة لموضوع اللي تفضلت فيه عن الجنائية الدولية،
نحن لا نستطيع أن نخفي الشمس بالغربال. إسرائيل هي حليف استراتيجي تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس بايدن دعم إسرائيل في بداية حرب أو في بداية ما حدث من أحداث في 7 أكتوبر، وكلنا نتفق أن هذه الأحداث كانت دموية وغير منصفة وتم مهاجمة المدنيين فيها، وهذا ضد القانون الدولي. هذا بداية، لكنه حاول باستمرار أن يضغط على حكومة نتنياهو في وقف هذه الحرب، وفي أن هذه الحرب تحولت إلى إبادة جماعية، وهو حتى وقف في وجه الكونغرس الذي أقر صفقة أسلحة، لكنه لإسرائيل طبعا، لكنه قال أن بإمكانه أن يوقف هذه الأسلحة إذا لم تتوقف إسرائيل عن توجيه الأسلحة للمدنيين، ونحن كلنا نعرف أن من يدفع الثمن في غزة هم المدنيين. نعود إلى موضوع المحكمة الدولية. يعني ارتأى المصوتون وهم الأغلبية الذين صوتوا، وليس الكل صوت، ليس بالإجماع لكن بالأغلبية، أن القرار اللي اتخذ غير متوازن، ما في بالانس، وأنه كان منحازا إلى طرف حماس، وأن حماس مجموعة إرهابية مصنفة إرهابية في أمريكا تحديدا يعني، وفي أكثر من دولة في العالم، وأن ما حدث في 7 أكتوبر هو هجوم على مدنيين وهذا ضد القانون الدولي. من هذا المنطلق تم الدفع باتجاه هذا التصويت بالأغلبية على القرار. ونعود للنقطة الأساسية، أن إسرائيل حليف تاريخي واستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وعادة الولايات المتحدة الأمريكية لا تخذل حلفائها. طيب يجي سؤال برضو دكتور مرح، هل تصنيف حماس من قبل الأمريكان أو غيرهم أيا كان شكل التصنيف، هل ينفي أنه هذه الشخصيات الصهيونية اقترفت جرائم حرب، اقترفت جرائم ضد المدنيين يعني، فيقولوا عن حماس ما يقولون ويصنفونها كيفما شاءوا؟ الحديث ليس عن حماس، الحديث عن أنه هؤلاء مجرمين. فهنا بيجي السؤال، أين المنطق في هذا الدفع؟ أستاذ يوسف شكرا لهذا السؤال المهم. أبدا لا ينفي الجرائم ولا يبرر ولا في أي تبرير بالعالم للجرائم التي ترتكب الآن بحق المدنيين العزل الفلسطينيين على الإطلاق. لكن الحرب دائما أول ضحية في الحرب هي الحقيقة، ضاعت الحقيقة بكل بساطة. وفي نفس الوقت نحن لا نستطيع أن ننكر أن لدينا مجموعات متطرفة في الطرفين. في طرف حماس، خليني أعطيك مثال يا أستاذ يوسف. اليوم القاهرة التي تبذل جهدا كبيرا من أجل وقف إطلاق النار، ونحن نثمن وساطتها وساطة قطر من أجل وقف إطلاق النار، حماس رفضت أن تذهب إلى الاجتماع، وهي تتباهى بالمتحدثين الذين ترسلهم إلى وسائل الإعلام، وأنا أتابع بكل نأمة في وسائل الإعلام، أنهم لن يذهبوا إلى القاهرة ولا على علاقة لهم بوقف إطلاق النار وسيستمرون. لأنه بس يمكن في هذه النقطة خليني برضو يعني أوضح أمر ما. حماس قبلت المبادرة المصرية لوقف الإطلاق النار، إلا أنه ما حدث، يمكن ده كان من أسبوعين، إلا أنه ما حدث أنه إسرائيل هي اللي رفضت موافقة حماس وقامت بضرب رفح، يعني حتى مع إعلان حماس أمام العالم أنا موافق وهوقف وقبلت المبادرة المصرية، إسرائيل اللي رفضت. فليكن أستاذ يوسف، فليكن الرئيس بايدن بنفسه ظهر وأعلن عن لنقل خارطة الطريق جديدة، والمصر مشكورة دعت لمناقشة هذه الخطة، لماذا لا يذهبون؟ وفي نفس الوقت أنا لا أدين فقط حماس، في نفس الوقت عندك حكومة متطرفة تعيش في ظلمات التاريخ، حكومة نتنياهو فيها متطرفين
يريدون حتى إخراج عرب 48 من فلسطين من أرضهم التاريخية. فتخيل يا رعاك الله يعني حجم التطرف في جاهن. وأنا يعني أعود وأقول كان يجب أن تكون حماس اليوم في القاهرة، هي لا تريد أن توقف، لأن وقف إطلاق النار يا سيدي بكل بساطة يحرك مشروع السلام، وفي جهات لا تريد تحريك سلام مشروع السلام لأن السلام يخسرها وظائفها ومناصبها بكل بساطة. لعل دي تكون رؤية ما، يعني لعل دي رؤية ما، لكن الحقيقة لما جل وجود حماس النهاردة في القاهرة لو عايز الحق، لأنه القاهرة الآن أو المفاوض المصري موجود في الدوحة بالفعل الآن ونحن نتحدث كما تعلمين، بجانب المفاوض الأمريكي موجودين في ضيافة دولة قطر لإعادة البعث لهذه الأمور، وبالتالي لا يوجد مجال لوجود حماس اليوم. ولكن التصريحات الواضحة لحماس خلال 3 أيام فاتت أنها ليس لديها أي مشكلة في قبول المبادرة، بس هم كمان عاوزين ضمانات. الغريب أنه إسرائيل هي اللي بتقول أنا عايزة ضمانات. ضمان أمريكا، رئيس بايدن بنفسه ظهر وأعلن عن يعني خارج الطريق، ألا يكفيهم ضمان أمريكا ويريدون ضمان من أين؟ ما أنا ما خدتش ضمان يعني. من يعني أنا خليني أصارحك جدا، يمكن المشاهدين المصريين يعلمون، أنا آخر حد ممكن يدافع عن حركات إسلامية سياسية في المنطقة بالكلية، يعني أنا متهم منهم جميعا بأمور كثيرة، لكن المسألة متعلقة بأنه إحنا عموما أنا وحضرتك دكتور مرح وغيرنا كعرب نحن نحتاج لضمانة أمريكية لعدم تكرار هذه الشنائع والمذابح. النهاردة هم دخلوا على المستوطنات بالقدس المحتلة، النهاردة مارسوا مرة تانية مسألة العروض الاستفزازية وتحت حماية جنود الاحتلال، المستوطنين دخلوا مرة أخرى على مناطق سكنية للفلسطينيين. فأنا محتاج ضمانة أمريكية واضحة، وطبعا أنا أتفق مع أنه وضمانة أخرى لأنه المقاومة لا تفعل مثلما فعلت في 7 أكتوبر أو حتى في أيام قد تكون سابقة أو تالية عليها، يعني نريد هدنة حقيقية، إيقاف حقيقي لإطلاق النيران. أستاذ يوسف كلامك مشروع ودقيق جدا، الضمان الوحيد لإنهاء هذه المجازر من الطرفين في أرضنا الحبيبة فلسطين هو دولة فلسطين، دولة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، لكل دولة حقوقها وحدودها وموقعها في العالم وعلاقاتها الدولية وعلاقاتها العربية المحترمة والمقدرة، وعندها فقط ممكن إسرائيل أن تكون آمنة. لكن طالما إسرائيل عم تحارب ميليشيات وفصائل مسلحة وطالما لا تريد أن تعترف بدولة فلسطين، هذه هي النتيجة. دولة فلسطين هي الضمان الوحيد لنا جميعا، ليس فقط لأهلنا في فلسطين، لكل المنطقة العربية. لا يوجد ضمان أكثر من هذا الضمان. كنا قبل 7 أكتوبر ولهذا نسعى لأجل إعلان الدولة الفلسطينية، يعني كل ما تقوم به مصر هو مسألة متعلقة صحيح مما لا شك فيه بوقف المعاناة والمأساة الإنسانية، ولكن وصولا إلى نتيجة كبرى ألا وهو إعلان الدولة الفلسطينية كدولة مستقلة كاملة السيادة على أراضيها اللي يتم الاعتراف بها دوليا طبقا للمباحثات التي يجب أن تدور ما بين الأطراف المعنية. خليني أشكرك مرة تانية دكتور مرح، وأتمنى أنه يعني إن شاء الله نلتقيك عندما تأتي إلى القاهرة. كل الشكر دكتور مرح البقاعي.